أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في تعريف سريع لمادة الدراسات الاجتماعية من الصف السابع. سأقوم اليوم إن شاء الله بالتفصيل بهذه المادة، بموضوعاتها، بالمشاريع المطلوبة منكم، التكامل وصفحات المنصة. ولكن أحب أن أذكركم دائماً أنه يقع على عاتقكم العمل والاجتهاد والمثابرة حتى تصعد على سلم النجاح. أتمنى لكم كل التوفيق، كونوا معي حتى تعرفوا تفاصيل هذه المادة أكثر. إذن هدفنا اليوم هو أهمية دراسة هذه المادة والتعريف بكتاب التربية الوطنية ومحتويات هذا الكتاب. بداية وعند دراسة أي كتاب لابد من وجود هدف لذلك، فعندما نقول التربية الوطنية هي إحدى العمليات الهادفة والمقصودة لتنمية المشاعر والعواطف الإيجابية تجاه الوطن حتى يزيد اعتزاز الشباب بوطنهم، ومن ثم يسعوا إلى المحافظة عليه وعلى مكتسباته ويساهموا في نهضته، حيث تعتبر التربية الوطنية هي إحدى الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات التربوية في تنمية وتحفيز مفهوم الولاء والانتماء لدى الطلاب. ولكن ما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال دراسة التربية الوطنية؟ نحاول تعريفكم أعزائي الطلاب بالوضع السياسي السائد في البلد، ونوضح أهمية مشاركتكم في القرارات السياسية. والهدف الأسمى أيضا من التربية الوطنية هو أننا نريد إعداد مواطن صالح، وهذا ما يرتبط برؤية ورسالة المدرسة الأمريكية الحديثة، كما نغرس أيضا إلى حب الوطن ونعمل من أجل رفعته ونهضته في نفوسكم أعزائي الطلاب. ونوضح بعض القضايا أو أهمها التي يعاني منها الوطن في الوقت الحالي حتى يزيد إحساسكم بالمسؤولية تجاه الوطن. إذن مسؤولين، وهي إحدى سمات متعلم البكالوريا، وتنمية أسلوب الحوار الفعال وإكساب الطلاب القدرة على المشاركة في المناقشات التي تتعلق بقضايا الوطن، وتوعيتهم بدورهم في إرساء الاستقرار في الوطن وضرورة الالتزام في القوانين المسنونة، وتوضيح أهمية الخدمات الإلكترونية وضرورة المحافظة عليها، وتحفيزكم أيضاً للمشاركة في الأنشطة الوطنية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فإن كتاب الدراسات الاجتماعية هو منهاج جديد من مناهج وزارة التربية والتعليم اسماً وموضوعات. فكتابنا يحتوي على 6 وحدات. الوحدة الأولى تتحدث عن المواطنة، كما ذكرت المواطنة ومقوماتها، الهوية الوطنية والمواطنة العالمية. هو عبارة عن 3 دروس، ولكن هذه الدروس ستتخللها أنشطة إن شاء الله وتقييمات ومشاريع. والوحدة الثانية تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، أيضا هي عبارة عن 3 دروس كما ترى، وهي الديمقراطية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، أيضا يتخللها أسئلة وتقييمات ذاتية. أذكر أن هذه الدروس موجودة في المنصة التعليمية البي سي على شكل صفحات، فمثلا درس الديمقراطية سيكون في صفحة خاصة لوحده فيه جميع المصادر والأنشطة التفاعلية والتقييمات التي تستطيع أن تتعلم من خلالها وتفهم الدرس بوضوح. أما الوحدة الثالثة فهي عبارة عن 5 دروس كما ترى، وهي بعنوان البيئة والموارد والسكان. الدرس الأول منها تطور علاقة الإنسان بالبيئة،
كما ترى من الموضوعات فإنها سترتبط ارتباطا وثيقا بمادة العلوم. أما الدرس الثاني فهو العوامل الطبيعية وتوزع السكان، الدرس الثالث الأنشطة البشرية وأشكال سطح الأرض، والدرس الرابع التجارة الدولية، والخامس الاقتصاد والريادة. لم تنتهي وحدنا، فهذه الوحد جميعها إضافة إلى 3 وحد أخرى، الرابعة والخامسة والسادسة. الوحدة الرابعة هي بعنوان حضارات بلاد الشام، سأفصل فيهما الآن. إذن الوحدة الرابعة بعنوان حضارات بلاد الشام، وهي تتحدث عن حضارات مختلفة. فالدرس الأول يتحدث عن حضارة بلاد الشام القديمة من حيث النشأة، أما الدرس الثاني فهو يتحدث عن حضارات بلاد الشام القديمة من حيث المظاهر الحضارية والإنجازات. الدرس الثالث يتحدث عن حضارات الممالك القديمة في الأردن، والدرس الرابع يتحدث عن حضارات بلاد الشام القديمة من حيث مراحل الانهيار. أما الوحدة الخامسة فهي بعنوان التنوع الثقافي والتراث، وهي عبارة عن درسين فقط خفيفة جدا، التنوع الثقافي ونماذج من التراث الأردني. الوحدة السادسة وهي وحدة جميلة جدا بعنوان المهارات الحياتية، تتحدث عن موضوعات جميلة جدا أحبها، منها السلوك الإيجابي ولغة الجسد واحترام خصوصية الآخرين. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها إن شاء الله في كتاب الدراسات الاجتماعية. أشكر استماعكم، طبتم وطاب يومكم بكل خير وحب.